Nomor peserta 143 dengan nomor tampil 11 akan membacakan surah An-Nisa ayat 92 halaman 74 dengan qiraat Imam Nafi riwayat Warsh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنتم مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين
sabila minal rijali wan nisai wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.